السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم فتحي كودري من قناة تجمع الدولي أصدقاء الحسون على اليوتيوب ومجموعة الحسون على الفيسبوك. اليوم إخواني الكرام سوف نتحدث عن موضوع التلقيح الاصطناعي. ماذا نقصد بالتلقيح الاصطناعي ومتى يجب أن نقوم بهذا التلقيح؟ فيما يخص التلقيح الاصطناعي فهو أننا نقوم بنقل الحيوانات المنوية من الذكر إلى الأنثى يدويا، أو أننا نحن من يتدخل في عملية التلقيح. أما أسباب القيام بذلك فأنه عادة قد يتعذر على الزوج عملية التلقيح لأسباب ما، فمثلا لدينا ذكر رجله مبتورة، أو عادة ما يكون لدينا زوج من نوعان مختلفان، مثلا ذكر تفاحي مع أنثى كناري أو ذكر حسون يهاب هذه الأنثى، وهنا نقوم بالتدخل في عملية التلقيح بحيث أننا نحتاج في هذه العملية إلى أنبوب الخاص بالتلقيح، ونجد هذا الأنبوب لدى الأشخاص الذين يبيعون مستلزمات الطيور. أيضا نحتاج إلى أنثى يجب أن تكون جاهزة، طبعا هذه الأنثى نقوم بوضع لها مواد التعشيش والعش، وننتظر. عندما نرى أن هذه الأنثى قد قامت بلف العش واقتربت من وضع البيض كما تشاهدون أمامكم، هنا نقوم بتلقيح هذه الأنثى بحيث أننا نقوم بجلب ذكر جاهز، ولهذا سوف نقوم بتجريب الأمر على ذكر التفاحي كما تشاهدون أمامكم. أولا إخواني الكرام يجب علينا أن نقوم بمسك الذكر برفق، ثم نقوم بالنفخ على الجهاز التناسلي للذكر، ثم نقوم بمداعبة الجهاز التناسلي للذكر وذلك بتحريكه في اتجاهات مختلفة لبضع الوقت كما تشاهدون أمامكم، وهذا الأمر يكون برفق طبعا. ونقوم بتحريكه للجهة الأخرى، ثم نقوم بإدخال الأنبوب وذلك بتدويره للاتجاهين حتى تسهل عملية إدخال الأنبوب كما تلاحظون أمامكم، ونقوم بإدخال القليل فقط من الأنبوب، ثم بعد ذلك عند سحب الأنبوب كما تلاحظون سوف نجد الحيوانات المنوية بداخله كما هو موضح أمامكم. طبعا هنا إخواني الكرام نشاهد الحيوانات المنوية موجودة في الأنبوب، وهذه الحيوانات هي التي سوف نقوم بوضعها أو إدخالها في رحم الأنثى من أجل تلقيح البويضة. نقوم الآن إخواني الكرام بجلب أنثى الكناري، وطبعا نفس الأمر نقوم بمسكها برفق، أيضا مداعبة الجهاز التناسلي للأنثى تحريكه للاتجاهين كما تلاحظون وكما ذكرت سابقا برفق طبعا، ثم نحرك للاتجاه الآخر، ثم نقوم بإدخال الأنبوب كما فعلنا مع الذكر بتحريكه برفق للاتجاهين، ثم بعد ذلك نقوم بالنفخ طبعا برفق. هكذا إخواني الكرام نكون قد نقلنا الحيوانات المنوية من الذكر إلى الأنثى. هناك فقط ملاحظة مهمة جدا، بحيث أنه قبل القيام بهذا الأمر مع الأنثى يجب أن ننتظر حتى تخرج الأنثى البراز أعزكم الله حتى تنجح عملية التلقيح. بعد ذلك بعدما نلاحظ أن الأنثى قد قامت بالتبرز نقوم بعملية التلقيح. أيضا عملية التلقيح إخواني الكرام نقوم بها مرتان في اليوم، مرة بعد منتصف النهار ومرة أخرى قبل المغرب بقليل، ونقوم بهذا الأمر يوميا إلى غاية أن تنتهي الأنثى من وضع البيض.
حتى نضمن تلقيح جميع البيوض. وطبعا لن نقوم بوضع الذكر مع الأنثى بعد انتهاء الأنثى من وضع البيض، ولا حتى أثناء وضعها للبيض، بل فقط نقوم بأخذ الحيوانات المنوية من الذكر وتلقيح الأنثى بها. أيضا إخواني الكرام، في كل مرة نقوم بعملية تلقيح يجب علينا أن نقوم بتقييم هذا الأنبوب، بحيث أننا نضعه لثواني بسيطة في الماء المغلي ونقوم بحفظه في الفريزر أو الثلاجة في كل مرة نستعمله. أتمنى إخواني الكرام أن نكون قد وضحنا الأمر لكم. إلى هنا أصل لنهاية هذا الفيديو. يمكنكم أيضا متابعة الدرس السابق الذي يخص كيفية حماية طيورنا عند ارتفاع درجات الحرارة. يسعدنا تسجيل اشتراككم على قناتنا ليصلكم كل ما هو مميز. أراكم بإذن الله تعالى في موضوع وفيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.